واحد بيقول ما هو الموت الأول والموت الثاني؟ الموت الأول هو مفارقة الروح للجسد، والموت الثاني قيل عن العقوبة في جهنم النار. بيقول ما هي القيامة الأولى والقيامة الثانية والقيامة الثالثة؟ ده الكلام ده عند الشود يحوى. ولكن بولس الرسول اتكلم عن ان الموت في المسيح يقومون اولا، والاحياء الذين على الارض يجوا بعديهم حينما يختطفون في الهواء.